اهلا بيكو. خلينا ناخد رساله ليك من الشخص اللي في بالك، هيبقى عاوز يقول لك ايه دلوقتي. الطاقه الزمنيه للفيديو مفتوحه من اي وقت بيوصل لك في الفيديو ده، سواء كنت انت معايا او كنت منفصلين عن بعض، حبيب او كراش. هنشوف رسالته ليك في الطاقه الحاليه. حروف اسمه هتكون قدامك على الشاشه. على فكرة الطاقة دي او العلاقة دي هي الاتنين متشافيين جدا، اتنين خلاص يعني زي اتعلموا دروس حياتهم وعدوا المراحل الصعبة في الحياة وفي العلاقات. يعني دي طاقة ناس اوريدي جاهزة مثلا ان هم يدخلوا في علاقة او يدخلوا في زواج وفي ارتباط، لان حتى طاقة العلاقة بينك وبينه فيها من الاتزان والفهم الكافي ان انتوا الاتنين تاخدوا العلاقة دي لو ينفع لمستوى اعلى، تحديدا ان العلاقة بينكم تكون موثقة اكتر، زواج بشكل خاص او حتى لو صداقة بصفة عامة، لكنكم جاهزين تاخدوا قرار في العلاقة دي. هو عاوز يقولك ايه في الوقت الحالي؟ الشخص ده بيحس كتير قوي بالتواصل مع روحك، وحاسس ان هو عارفك من زمان جدا، وان في بينك وبينه حياة سابقة. ممكن يكون لحد فيكم لازال هناك طرف ثالث من ناحية الشخص اللي انتوا حطيتوا نيتكم عليه، فهو زي بيغير من نفسه او بيعدل من نفسه، وبيعيد النظر ربما في الماضي او في العلاقات اللي كان فيها قبل كده او في حياته بصفة عامة، لان انت دخول الشخص ده او دخولك في طاقة الشخص ده غيرته وخلته يتصل اكتر مع روحه، يتصل اكتر مع ذاته. وانتوا توأم روح، يعني العلاقة دي توأم روح، والتواصل الروحي اللي فيها قوي جدا جدا. انتوا ممكن تكونوا قدومكم او دخول الطاقة بتاعتكم في حياة الشخص ده مش بس حسنت من حالته نفسية او طاقته روحانية، لكن كمان حسنت من الوضع المادي بتاعه. يعني الشخص ده بقى معاه اموال اكتر، او بقى عنده استقرار مادي اكتر، او جاهز انه يكون اكتر ثراء. يعني الشخص ده التفكير بتاعه تجاهكم هو تفكير جد شوية. يعني مثلا لو مشاعره اتحركت للناحية الرومانسية، معناه ان هو يبقى عاوز العلاقة معاك تروح لزواج. لو لم تنشأ الرابطة دي اللي هي المشاعر العاطفية، فالشخص ده هيبقى حابب ان انتوا الصداقة اللي ما بينك وبينه تفضل مكملة يعني لاخر العمر، لانه هو بحاجة اليك، بحاجة للتواصل، بحاجة للطاقة بتاعتك، محتاج بداية جديدة كمان معاكم. هو بيحبكوا، بس ممكن يكون محتاج ايام او اسابيع علشان يكتشف ده. يعني هو بداخله حب تجاهكوا، والحب موجود من البداية، يعني ما تكونش، لا هو موجود. هو الفكرة بس ان هو يلمس او يلاحظ ان في بداخله حب ليكوا. اوكي، الحب ده ممكن يكون حب بصفة عامة، ممكن يكون حب عاطفي، حب رومانسي، لكن الحب موجود في الطاقة دي. يعني مش كل العلاقات الحب اللي فيها اللي هو حب فلازم حب بتاع زواج، لا هو بيحبك كده حب لله في لله، يعني مش من غير ما يبقى عنده غرض أو نية معينة. وهي طاقة الشخص ده ليكو هي طاقة مريحة، يعني مش علاقة مثلا هتتعبك او هتقعد تتساءل كتير هو بيحبني ولا ما بيحبنيش، هو العلاقة دي رايحة لزواج ولا لأ. هي كل حاجة في الطاقة دي هتبقى واضحة قدامكم وضوح الشمس. يعني الناس اللي وصلهم الفيديو ده، لو العلاقة ده يعني بينك وبين الشخص هي اصلا رايحة للزواج، فالجواب جواك مسبقا، يعني انت عارف انها رايحة لزواج. لو لأ العلاقة دي هي صداقة، فانت عارف انها صداقة، وانها صداقة من نوع مختلف، وتقدروا تحافظوا عليها انها تكون فقط في حدود الصداقة بدون ما تتطور اي مشاعر عاطفية. الابراج اللي هنا العذراء والطاقات الترابية، القوس، طاقة ترابية موجودة كتير قوي، وخدوا معاكم الهوائية برضو والحوت وبرج الاسد. شكرا ليكم، اشوفكم على خير في الفيديوهات التانية. اشتركوا في القناة لو انتوا على اليوتيوب، او اكسبلور لو انتوا على تيك توك. باي باي.